نقطة لا عودة في العلاقة بين واشنطن وطهران لم يتم تجاوزها بعد، والفرصة لحوار حضاري بينهما ما زالت متوفرة. أما العمل العسكري الأمريكي ضد إيران فسوف يقود إلى كارثة في المنطقة برمتها، ويشعل فتيل أزمة دولية. هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد يوحي بأن اختيار التوقيت والمضمون له ليس محض صدفة. رسالة موسكو معنونة إلى من يجيش الجيوش في المنطقة ضد إيران، ومفادها أن من يلعب بالنار يكتوي بها. وعلى ما يبدو فأن روسيا أخذت في يدها زمام المبادرة الدبلوماسية لإيجاد مخرج سياسي من الأزمة المتفاقمة. الدول العربية تستطيع هي الأخرى أن تكون بشكل أو بآخر لصالح إجراء الحوار مع إيران وليس لصالح دفع المنطقة نحو الانزلاق إلى استخدام القوة. أما الفكرة التي نروج لها فهي إقامة حوار بين دول الخليج وإيران. الدبلوماسية الروسية معززة بمظاهر القوة أيضا، ففيما تتحدث روسيا عن إمكانية اتخاذ تدابير أمنية لحماية خبرائها الذين يعملون في محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية، يزور موسكو غد عسكري إيراني للمضي قدما في تعزيز التعاون العسكري المتعدد الجوانب بين البلدين. موسكو تقول إن الضغط الذي تمارسه واشنطن على طهران يبدو خدعة قاسية وخطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إن أسيء فهمها. واضح أن الأزمة الجديدة في منطقة الخليج سترحل ملفاتها إلى لقاء الرئيسين بوتين وترامب المزمع عقده على هامش قمة 20 في أوساكا اليابانية. والأوضح أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن جاهزية آلية التبادل التجاري مع إيران مؤشر إلى نجاح صمود الإيرانيين وثبات تحالف موسكو وطهران. سلام العبيدي، الميادين، موسكو.